حسن أحمد عاش النجار أعاني من الضعف الشديد منذ الصغر وكنت أتابع في عيادة الخدمة العامة عند الدكتور إياد الهليس قال لي أنت بدك قرنية عندك ضعف شديد في العين اليسرى فعرض علي قال لي في مشروع جاي للخدمة العامة وأنا بقترح أنك أنت تشارك في هذا المشروع وبعد ما تم الفحص لي أن أنا أحتاج إلى قرنية محمد عون أحمد نزيد العمر 31 ساكن في دير البلح صارت معي حادثة وأنا صغير أنا رايح على مدرسة وكان معي الشباب وخبطنا سيارة محملة زوايا شفطتني في عينيا ومن أيامها وأنا صغير متأثر فيها وقعدت أجي من أيامها ولليوم بتزيد علي وضربت القرنية عندي أجيت على مركز خدمة العامة في مؤسسة باما بدهم يساعدونا نعمل زراعة قرنية لعيني وإن شاء الله أتحسن وأرجع لشغل ودراستي وعندي 6 أطفال بدي أربيهم وإن شاء الله حياتي تستمر ويخلف عليهم أنا انتصار الحداد إلي 4 سنوات بعاني من عيني وعملت تحويلة لإسرائيل ورفضوها إلي فحاولت إني على مستحيل إني أعمل قرنية هذه اللي يضيع الألم اللي في عيني لما سمعت إنه في مشروع باما فسجلوني عندهم للعملية هذه تخفف عني لأنه أنا ممنوع أطلع برا على أي دولة أنا اسمي محمد عامر سعيد قشطة معناتي لما صار عمري 6 سنين صار معي رمض ربيعي بعد كسرت حك فيها مع كتر الوجع اللي فيها بعد فترة صار فيها قرنية أنا عرفت الموضوع إنه في واحد خرفنا إنه بزرع عملية مستشفى الخدمة العامة وبيجي هدول العمليات بيجي من بلاد برا من مؤسسة باما وودونا اليوم الموعد واليوم العملية تبعته وإن شاء الله تنجح أنا المواطن محمد أبو شامة خرجت قبل قليل من غرفة العمليات بعد عملية إجراء زراعة قرنية طبعا أنا بعاني من موضوع القرنية من فترة طويلة جدا أكثر من 15 سنة تقريبا اصطدمت بعراقيل كثيرة منها المنع من الخروج وعدم إمكانية إجراء العمليات في قطاع غزة تم الإعلان عن المشروع في مستشفيات الخدمة العامة بتمويل من مؤسسة باما بارك الله فيهم والله يجزيهم الخير عنا وعن جميع المسلمين إن شاء الله بشكر الجميع الخيري الأمريكي الفلسطيني باما على جهودها في تمويل أهلنا في قطاع غزة بالقرنيات بشكر مؤسسة باما إنها قدمتنا الخدمة وأرجع إن شاء الله أكمل في حياتي وقديش كنت نفسي إن أشوف ويعملوا لي زراعة القرنية نشكر مؤسسة باما على هذا المشروع الله يوفقهم ويكثر الخير منهم يا رب علينا وعلى أمة محمد أنا بشكر مؤسسة باما إنها ساعدتني على زراعة القرنية وقدمتها لي والشكر لها